السلام عليكم أصدقائي، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة. اليوم رح نحكي عن تجهيزات وطريقة صيد الغزلان اللي نستخدمها هنا بأمريكا. طبعا عندنا ثلاث مواسم هنا، عندنا موسم السهم هو من أطول المواسم عندنا، تقريبا 3 أشهر بولايك على كل حال، لأن اكثر الصيد مال السهم ما تقدر تضرب اي شغله اكثر من ابعد من 50 متر، عرفت شلون؟ فتريد الهدف انه يكون قريب، فعلى مود هيك الموسم مالتهم طويل كلش بالنسبه لغير المواسم. وعندنا موسم اللي هو يجي متاخر، موسم مالت الدتش او الباروده البندقيه القديمه اللي هي اللي يحطوا لها البلاك باور والساشن من فوق وبيها عوده حتى يفوتوا الشغلات بيها، هاي من هاي الموسم، عرفت شلون؟ اكو موسم القناصة، هو انا استخدمهم لصيد بها بالقناصة اصيدن وصيدن بندقية الدعشمات، عرفت شلون؟ بس اليوم حكينا راح يكون عن بندقية القنص. زين، موسم بندقية القنص هو 7 ايام فقط، عرفت شلون؟ 7 ايام فقط، فاللي يشتري رخصة يعني يكون مفرغ روحه، عرفت؟ يعني تقدر تطلع بالعطل، بس ضغط هواية وأراضي حكومية، إذا عنده أرض خاصة تختلف الوضع، ما حد يعني يمك، أنت بكيفك والغزلان ما حد يخوفهم، أنت الوحيد قاعد تفوت وهيك يعني موجودات. بس بالأرض الحكومية ياهل يجي يعني راح يأثر، عرفت شلون؟ فنتكلم عن تجهيزات الصيد للغزلان. أول شيء نحكي عن السلاح. أراويكم هاي السلاح. هاي بندقية نوعها تيكا، عرفت شلون؟ مصنوعة بفنلندا، وهي تي 3، تيكا تي 3 مصنوعة بفنلندا، وعيار هاي البندقية 3.06، عرفت شلون؟ اللي هو يسموه عندنا هنا 30-06 بأمريكا. المنظار نايكون، ما تشوفون اسمه نايكون مونارك، وبي بي دي سي فيرتيكال، هو انه الصليب مالته، عرفت شلون؟ بعدة خطوط حتى تقدر تسوي يعني القسم، الاول خط على 100 متر، عرفت شلون؟ بعدين كل ما تبعد تقدر تنزله شويه، يعني حسب طبعا لازم تاخذها ترمي بيها وتشوف بالضبط شلون الرمي مالتها يصير. شغلات هاي بسيطة عندنا للقناصة، ان انا 3 طلقات فقط، هذا المخزن مالتها. طبعا اقسام مو اوتوماتيك مثل ما شايفين، لازم تنجر. الطلق اللي استخدمه مثل ما قلت لكم، هاي فنلندية هي الصناعة مالتها، وشركة باريتا يعني مشتركة بهاي البندقية، عرفت شلون؟ فبين باريتا وبين تيكا صار السلاح. العتاد اللي استخدمه اللي هو الهورنيدي، شايفين شلون؟ اراويكم هنا القياس مال بالضبط مال الطلقة حتى تشوفون هنا، شايفين شلون؟ هاي قياس الطلقة بالضبط. اراويكم هنا هم الطلقات إذا طلعت من الصندوق. هاي الطلقة مالتها للقناصة، طبعا طلقة كلش قوية هاي، عرفت شلون؟ بس تفيد يعني الغزال وحتى للأيل، حتى حيوان الأيل حتى، عرفت شلون؟ فهاي السلاح أول شيء، أهم شيء عندك السلاح والمنظار طبعا. طبعا طلق احتياط ضروري وياك. ثاني شيء عندك السكينه. السكاكين هنا انواع، بس لازم تستخدم سكينه كبيره للغزلان، عرفت شلون؟ يعني لازم تتحمل عظم، تتحمل صلخ، كسر، هيك شيء، يعني السكينه لازم تكون قويه، ما تقدر تجيب سكينه صغيره للغزال. هاي شغله هم كلش كلش مهمه. بعدين عندك الضوء، لان دائما لما نروح نصيد الغزال، الغزال عندنا يعني شنو ريحة الشم مالته كلش قوية،
اقوى من الانسان على ما اظن بتسع لو عشر مرات، عرفت شلون؟ على ما اعتقد اذا يقدرون يستخدموه بالمطارات يعني لا بعد ما حد يقدر يهرب اي شيء، يعني ريحه الشم مالته كلش كلش قويه، حاسه الشم. فلازم لما تطلع على للصيد تطلع على قبل بفتره، عرفت شلون؟ يعني عندنا موعد الرمي يصير قبل الشروق بنص ساعه الصبح، عرفت شلون؟ فلازم اذا راح تطلع على الصيد تطلع مثلا اقل شيء فد ساعه لو ساعتين قبل وقت الرمي. السبب انه لما انت راح تمشي لهناك وبالضوء راح تطلع صوت، فهوايه من الحيوانات اللي انت راح تصيدها او اي شيء راح يشرد، عرفت شلون؟ يعني راح يشوف حركه وبعد يشوفك بالليل. فانت تطي هاي شغله الساعه والساعتين انه كل شيء يهدى، وطبعا بالغزاله لازم تقعد وتتحرك معك واي صوت، عرفت شلون؟ فتطي فتره حتى يعني الغابه اللي انت قاعد بيها والمكان اللي قاعد بيه يهدى والحيوان يرجع، عرفت شلون؟ فضروري الضوء، حتى اذا ضربت بالمغرب عرفت شلون، ولازم تدور على الغزال مالتك والدم، فالضوء يكون كلش كلش ضروري. طبعا هذا يعطي عده ضويات، في الابيض عرفت شلون، بعدين عندكم الاخضر شايفينه، وعندك حتى الاحمر، بس ما اعرف اذا راح يشتغل الاحمر اليوم، الظاهر ما مناول الاحمر يشتغل. لا هاي الاحمر اشتغل، شايفين شلون احمر والاخضر. وسبب الاحمر والاخضر لان الدم يبين شوي اكثر بالاخضر بالليل، يصير لونه على سواد اكثر، يعني لما تحط الضوء يطي شلون لون ثاني ويقدر يشوف اكثر. واكو ضويات خاصه طبعا على فكره للدم عندنا هنا للناس تدور عليها. وبعدين هسه نبدي شنو، ها عندنا هنا همات هاي البخاخات انواع واشكال طبعا عندنا هنا اللي هي تغطي على ريحه الانسان. يعني عندك هنا لما تروح تصيد غزلان ما تقدر تحط ريحه، مو متغسل سابح باحسن شامبو عندك بالبيت وريحه الشعر مالتك والقلونيه مالتك لوين ما يصير، لان الغزال راح يشم الريحه. فانت لازم يعني حتى هدومك تغسلها بماء خالي من غير صابون. الحمام مالتك اذا تغسل يعني راسك بشامبو كون تبقى فتره طويله بالماء حتى ما يبقى ريحه بشعرك. فهي كل الشغلات تكون تدير بالك عليها. وبعدين عندك هاي البخاخات اللي بيعوها، حتى يبيعوا لك هم اصلا شامبو خاص اذا تريد حتى يوخر ريحه الانسان. هاي شنو، ترشها على الحذاء مالتك حشاكم، البوتين مالتك، وعلى هدومك قبل اول ما تطلع من السياره، هاي ضروريه كلش. وبعدين عندنا هنا شو اسمه روائح ثانيه الجذب الذكر، عرفت شلون؟ فهاي تكون اكثريتها روائح مال نثيه، لو ريحه فحل ثاني فيجون يتعاركون، عرفت شلون؟ باي الموسم يعني كله عراك ومشاحنات كلش كلش قويه. وبعدين عندنا من السنت كنترول، هو يسموها سنت كنترول اللي هي يعني تتحكم بالريحه مالتك، عرفت شلون؟ حتى يعني من الطرق اللي يستخدموها هي ناجحه على فكره كلش هوايه، بوله الثعلب. بوله الثعلب او حتى بوله الراكون، هاي الرش اكو ناس يرشوها على الهدوم، اكو ناس يرشوها على العشب مدايرهم، عرفت شلون؟ اكثرية الناس اللي يستخدموها يرشوها على وصل صغار، يعني تاخذ وياك قطع كلينس لو قطع وصل صغار، ترش هذول القطع وتعلقها مدايرك انت بالمكان اللي قاعد بيه، حتى الهواء لما يجي تروح، يعني هاي ريحة البول مالته مال الثعلب كلش قوية، فتغطي على ريحة الانسان، عرفت شلون؟ بحيث بس لازم تستخدم شغلة انه هي مو خطر على الغزالة، يعني ما تقدر تجيب مثلا بولة ديب، لو بولة اسد عرفت شلون؟ فالغزال يسمها راح كلش يخاف. الشغلة الثانية هي الكول، هاي هنا تستخدمها لصوت الفحل، طبعا هاي لما يتعاركون هاي جرين يقولوا له هذا صوت الفحل، عرفت شلون؟ فلما يجي فحل ويسمع صوت فحل ثاني راح تجي على العراك، وتقدر تجيب بيها فحل. والطريقة الثانية هي، وهاي مو هواي ناس يستخدموها على فكرة، بس انا استخدمها وناجحة وياي ومجربها وناجحة وياي، بس تبقى على الحظ وحسب المنطقة والفحل الموجود بيها، اذا الهرمونات مالته كل صاعدة ولا يعني جاي كل شوية تعارك بتقدر تجيبها بهذول بسهولة. الطريقة انه هي ويسمع صوت عراك، فشنو تسوي بها؟ هي قرنين مال غزال، طبعا هذا الغزال عندنا يطيح القرن مالته كل سنة، عرفت شلون؟ يعني اذا تشوفوا هذا شعب الغزال، هذا وحده يطيح، شعب القرن اسف، هذا وحده يطيح كل سنة
عندنا يطيح بشهر الخامس بالرابع، اخر شيء يعني عرفت شلون، بس اكثريتهم بالشهر الثاني طايحات عرفت شلون، بس اذا طولوا طولوا للرابع باول الخامس اذا طولوا، بس اكثريتهم يعني بتجي بشهر الثاني نادرا نشوف فحل عنده قرون. يطيح يعني سبحان الله يطيحون القرون ويطلعون ينمون مره ثانيه ويكبر حجمه القرن عرفت شلون. فطريقه استخدامهم انه انت بس تكون قاعد ومنتظر يعني يطلع لك صوت يعني بحيث انه غزال قاعد يتعارض بهالطريقه. فالغزال يسمعونه يطلع لك كل شويه، بس كون كلش مجهز السلاح يمك، لان لما يسمع هذا الصوت واكو غزال بالمنطقه راح يجي ركض عرفت شلون. فضروري انك تكون سلاح مالتك جاهز، الامان مفتوح جاهز للرمي يعني. الطريقه اللي انا اسويها انه اقعد وقلت لكم انتظر واطلع لهم الاصوات هاي وانت وحظك. والشغله الكلش كلش مهمه طبعا ورا السلاح هي اللون البرتقالي عرفت شلون. اغلب الولايات ويمكن اقول لكم 90% حتى باوروبا اللون البرتقالي او الاحمر اي لون فاقع انه كلش كلش مهم هوايه، والسبب انه حتى الصياد يبين، لان الناس اللي تشوفك بقناصه ومكان بعيد والدنيا شويه ظلمه يعني اول الصبح لو المغرب وشافه واحد صياد انت لابس مواه وقاعد تمشي يعني راح يكون لونك بني عرفت شلون. فهذا ما راح يعرف، يمكن يكمش عليك القناصه ويرميك. فصعره يعني ما اقول لكم ولا واي ناس ميتين وهواي خطره، فضروري البرتقالي. وعندنا هنا أنا لازم تلبس 320 انش مربع على ما اعتقد، مو اكيد انا بهاي المعلومه بالضبط يعني الانشات، بس هي لازم شفقه واقل شيء يلق لو قمصه برتقاليه، الشفقه واليلق اهم شيء عرفت شلون. فالبرتقالي ثم البرتقالي ثم البرتقالي. وانا هاي الاغراض كلها طبعا عندي جنطه خاصه للصيد، كل الاغراض محطوطه بيها، وبيها ما تنقع تشوفون حبل خاص، لان قعدات الصيد اكثرتها عندنا هنا على الشجر، كراسي خاصه على الشجر محطوطه. فالجنطه والسلاح تنزلها بيها مثل قفل، السلاح ما تشيله وياك، تعوفه جوا تفرغه تصعد على الشجره تربطه وتجره عرفت شلون لفوق، والجنطه نفس الحاله يعني للامان. والشغله الثانيه وهي معلومه ما اعرف اذا هواي ناس تعرفها ولا، اللون البرتقالي وهواي الوان الغزلان والكلب وبعد هواي حيوانات ما يقدرون يشوفون الالوان، يشوفون الاسود، يشوفون على ما اعتقد الاخضر ويمكن الازرق على ما اعتقد. فبيهم يعني شو مثل عمل الوان اللي احنا نسميه عند الناس، ما يشوفون كل الالوان يعني ما يميز بين البرتقالي واي لون ثاني. فاللي لابس برتقالي ويشوفون الغزلان يعني يجي قريب ويقول لك انت شلون هاي ما شافك، ما راح يشوفك، هو راح يشم الريحه ويشوف الحركه. فاكثر الاحيان اذا انت قاعد يعني هواي شغلات ايام اقعد بالقاع، فالقى لي مثلا الشجره لو زرعه فادخل بها حوله واقعد ورا قدام شجره كبيره بحيث انه الجسم مالتي عرفت شلون مغطي عليه هذا الزرع او هذا الشجره، يعني مو مبين، انت مو واقف مثل اصبع هيك يعني ظاهر كل 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 جسمك عرفت شلون. فانت اذا تقعد تلزق روحك بشجره لو شيء ما راح يشوفك الغزال، راح يدنا كلش قريب عليكم ويصير لك شانس اكثر. بس اهم شيء انه قلت لكم ساكتين وقاعد من غير حركه طول اليوم عرفت شلون. وعندنا صيد الغزلان بموسم التزاوج، وبكل الدول صيد الغزلان بها موسم التزاوج، لان عندنا الغزال مثل ما تعرفون موسم التفريق هو يختلف عن موسم التزاوج، موسم التفريق هو بالربيع. فشكرا اخواني على المتابعه سدي. فموسم التفريق عندنا بالشهر اللي هو الرابع والخامس عرفت شلون، واذا تاخرت النثه بالولاده هي بالشهر السادس يمكن اكثر شيء. بس هاي المواسم اللي يفرقون بها الغزلان. فعندنا الصيد صيد الايل وصيد حتى حيوان الموض والغزلان بانواعها دائما يكون بموسم التزاوج مع الغزال، لان بهذا الوقت الغزال يكون حركته اكثر فبهالطريقه تقدر تصيد اسهل شويه عرفت شلون. اكثر احيان ما تلقاهم وينضمون مناطق كلش كلش صعبه توصل لها. فكل الدول يعني اوروبا وامريكا اقول لكم اغلب الدول خلينا نقول
انه موسم الغزال، موسم صيد الغزال هو موسم التزاوج، عرفت شلون؟ لما الفحل يقوم يدور على الاناث. فراح نشوف ان شاء الله الاسبوع الجاي او الحلقه الجايه، خلينا نقول مو الاسبوع الجاي، الحلقه الجايه ان شاء الله راح تكون اراويكم شلون نطلع الغزلان وشلون نصيد اللي هو اللي عندنا هنا يسموه ابو الذيل الابيض، الغزال بمنطقتي الوايت تيل بالانجليزي يسموه وايت تيل دير، وهو هذا من اذكى على فكره الغزلان الموجوده، من اذكى الغزلان الموجوده، حاسه الشم مالته فظيعه، السمع فظيعه. بس مره ثانيه اقول لكم يعني الواحد اذا مارس ويعرف جاي قاعد يسوي ويستخدم هاي مال المواد اللي تغطي على ريحه الانسان وقاعد بمنطقه زينه، عرفت شلون؟ ان شاء الله يعني الله يوفق، عرفت شلون، بالصيد ويجون الغزلان كلش قريبات، وراح تشوفون ان شاء الله الاسبوع الجاي او الحلقه الجايه اسف ايش قد الغزلان يقدرون يصيرون قريبين عليك حتى لو انت لابس برتقالي وساحب وياكم. سجلت لكم هذا الفيديو حتى تشوفون بي شلون الغزال قاعد يتصرف بهذا الوقت. هذا النهر على حدود المدينة مالتنا، شوفوا طريقة مشي هذا الفحل، هاي المشية مالته وهزة الراس هيتشي، هاي مو عادية. زين، هاي قاعد تشوفون فحل من اليسار وفحل من اليمين جايين، بس الفحل اللي اجى من اليسار صغير وخاف من الفحل اللي على اليمين، فهم يريدوا يتعاركون الساعة، فهاي سبب المشية مالتهم والقمزة. بس إذا كانوا فحول كبار راح تكون الضربة كلش كلش قوية والعراك يعني فظيع راح يكون. أشوف شلون يعني واحد قاعد يشوف يبايع للثاني، طبعا كلها من شغل لكم يعني التصرفات اللي يتصرفوها بهذا الوقت الساعة الفحول. طبعا شوف الفحل الكبير يبقى يريد يعني يشرد هذا الفحل الصغير. دائما هاي الشغلات لما تصير تكون اكو نثية قريبة، فنشوف الساعة انه الفحل الصغير راح يتقرب ويحاول يتعارك ويا الفحل شوي اكبر منه. على فكرة هذول الفحولة مو كلش كبار، يعني اثنيناتهم عمرهم سنة ونص، قرونهم مو هالقد كبار. فشوف شلون قاعد يتدنى الفحل الأكبر، دائما هذا نزل راسه، شوف شلون. فهذا الشجار يعني عراق بسيط، بس مجرد انه ما قرن قاس بالقرن ودفع خفيف يعني، بس العراق دائما يصير أقوى من هيك بهواية، يعني حتى الغزلان يموتون أحيانا، عرفت شلون. بس هذول الفحول هذول مبتدئين خلينا نقول، وفعراكم مو هالقد. فمثل الساعة قاعد تشوفون الفحل اللي سأل على اليسار انه بحساب فاز، والفحل اللي على اليمين قاعد يمشي يجر ديول الخيبة. فهاي النثية اللي هي بنص النهار لحد الآن يعني ما شاء الله قاعدة، بس تشوف ايش قاعد يصير هنا أنا. فالفحل الفائز الظاهر راح يروح ويراويها عضلاته، هذا الظاهر يعني بشوفه. فدائما يعني بالفحول الكبار مثل ما قلت لكم، يعني مرة أتذكر شنت بالشجر قاعد صيدا والدنيا ظلمة وصار عراك، يعني الشجر تكسرت وصوت لوين وركض لا يعني معركة عرفت شلون. بس المشكلة كانت الدنيا ظلمة وما قدرت أشوف أي شيء، مع أنه كل هالشغل كان مداري، فكان يعني شعور غريب، وكانت هذيك أول مرة قاعد يعني تحصل لي هاي الشغلة. فشوف الساعة هذا الفحل الفائز قاعد يدنى على النثية، وطبعا السبب العراق الساعة هاي الأناثي يجهزون للتزاوج بمدة أسبوعين فقط، عرفت شلون؟ فكل نثية لما تجهز للتجاوز لازم تتزاوج بهاي المدة القصيرة، فإذا ما حصلت ما تتزاوجت بهالوقت يعني تروح للسنة الجاية، ف
فاكثريتهم يعني اللي في حوله يكونوا قاعد يشمون الريحه من مسافات كلش بعيده. شوف شلون هو نزل راسه هسه قاعد يشم ريحتها يشوف اذا هي جاهزه لو لا. ومثل ما شفتوا بقى وراها شويه شمشم، هاي الركضه مالته ما شاء الله يترقص. طبعا الاناث اكثريتها اللي قاعد تتزاوج بهالوقت يكون عندها فروخ، عرفت شلون؟ بس الفروخ مفطومات كبار يعني يقدرون ياكلون وحدهم، بس يبقون ويا الام حوالي سنه وشويه، مو مجرد اي شيء، بس انه يبقون يعني يصيروا من القطيع. مثل ما تشوفون هاي اثنين جايات، هذول توم وهاي امهم، هذول فراخ توم بس بالغين، عرفت شلون؟ يعني دائما التوم هنا 90% اذا الانث عندها توم يكونون في حوله، توم دائما التوم يكونون في حوله، سبحان الله. بس مو 100%، 90%. شوف شلون، طبعا المنظر كان رهيب صراحة، يعني اتمنيتكم تكونون وياي. كنت انا قاعد ومن السيارة قاعد اصور هذا المشهد كله، كان كلش كلش جميل انك تشوف الغزال قاعد يتصرف، كل هاي الشغلات قدامك وانت قاعد تشوفها. طبعا ما شاء الله يلعبون. الغزال عندنا هنا لما يشيل ذيله، عرفت شلون؟ الذيل دائما يعني للانذار دائما، يعني يكون لعب احيانا، بس مثل ما تشوفون دشدورهم دائما مشيوا للذيل، بس اكثريتها تحذير انه خطر، عرفت شلون؟ مثل ما تشوفون الفحل باقي ريدي يوخر الاطفال ويبقى هو مثل ما قاعد تشوفون ورا النثي قاعد يشم، والفحل يعني الخاصر واقف مشاهد فقط يعني. فهاي مراسيم التزاوج عندنا هنا، مثل ما تشوفون الفحل راح يبقى وراها وبعدين يختلي بيها، ويختفي الفحل يعني بعد ما تشوف الفحل او النثية، عرفت شلون؟ فدائما ينتظرها لحتى تجهز ويلقون مكان بالشجر يبقى وياها لحتى النثية جاهزة للتزاوج. هيك أصدقائي وصلنا لنهاية حلقة اليوم، واتمنى اني كنت خفيف الظل عليكم، ادري اليوم حكيت كل شوية، بس ان شاء الله عجبتكم الحلقة، واتمناكم تابعوني بالحلقات القادمة. الف تحية لكم، وراح اعوفكم ويا هاي المشاهد الحلوة. تحياتي.